أولاً الناحية الإجرائية، هذه مسودة ديال مشروع القانون الجنائي، أخرجتها وزارة العدل إلى الوجود ونشرتها في الموقع الإلكتروني للوزارة، واعتبرنا أنه من واجبنا في بداية الأمر أن نطلع على هذا المشروع، ولكن كان من اللازم أننا نخرج الموقف المبدئي. ما هو الموقف المبدئي لحزب التقدم الاشتراكية؟ هو أننا نريد جيلا جديدا للقوانين الجنائية يواكب أولا تطور المجتمع، يواكب دستور 2011، يواكب التصدير ديال الدستور الذي ينص على الحقوق والحريات الأساسية اللي يمكن يتمتع بها واللي يجب أن يتمتع بها كل المغربيات والمغاربة. إذن الموقف المبدئي هو أننا مع قانون جنائي حداثي، مع قانون جنائي عصري، مع قانون جنائي يواكب التطورات المجتمعية الوطنية والدولية، يحترم المعاهدات الدولية، يحترم جميع ما شرع في ميدان حقوق الإنسان وهو مرتبط بحرية الأشخاص. إذن عنصر المفاجأة ما كاينش، ما موجودش بالنسبة لنا عنصر المفاجأة ما دام أنه تم تأسيس لهذا المشروع كما قال السي عبد الصمد هذه حوالي 10 سنوات. ونحن نتذكر أن حتى المرحوم الناصري كان من ضمن الناس اللي اشتغلوا كوزير العدل، نقيب الناصري كان من ضمن الناس اللي اشتغلوا على هذا المشروع بشكل معين، ولكن الآن خرجت مسودة اللي غادي نبديو فيها الرأي ديالنا بالطبع من ما ندخلوا إلى صلب النقاش. لسنا متفقين 100% مع ما ورد في هذه المسودة، وهذا هذه المسودة المفهوم ديال المسودة هو مفهوم إيجابي جدا، خصنا نبلوروه. هذا ماشي مشروع، هذه المسودة أولا غادي تخرج للعموم، هذا شيء إيجابي، ثم غادي تمشي في إطار التضامن الحكومي لجميع الوزارات، ثم بعد ذلك ستمر في المجلس الحكومي آنذاك، يمكن لها تدوز للبرلمان ويمكن تقديم إغلاء ديالها ربما الملاحظات اللي غادي يمكن. هذا الموضوع ديال العقوبات البديلة كان موضوع نقاش داخل المجتمع المغربي هذه قرابة 20 سنة، يعني أن هناك مقاربة تقول بأن القانون الجنائي والزجر والعقاب والزج بالأشخاص في السجون وعقابهم ذلك العقاب القاسي لم يؤدي إلى نتيجة إيجابية، بدليل أنه كاين حالة العود والناس كيعاودوا يرجعوا يرتكبون نفس الجرائم اللي ارتكبوها. إذن كانت هاد الفكرة عندها مضامين حقوقية دولية دخلت إلى المغرب للنقاش العمومي، ثم الآن هي كتوجد نفسها داخل المشروع أو المسودة ديال القانون الجنائي. العقوبات البديلة غتكون عندها أكيد إيجابيات، من إيجابياتها أن واحد الشخص ما غاديش يدخل للسجن ولكن غادي يقوم بخدمة لفائدة. مزيان بالستات الأمور بحال كسنيت الحلي على ربما الفاعلين والخبراء والميانين كيعرفوا العقوبات البديلة، ولكن مزيان إلا زدت بسطي أكثر فعلا بالنسبة للمغاربة والمغربيات اللي كيشوفونا العقوبات البديلة فعلا. وهذا هو الغرض، أننا ندخلوا لعمق القانون الجنائي باش نعرفوا شكون هي الفصول شنو كتقول. هذا المشروع أو هذه المسودة كتقول على أن واحد الشخص اللي غادي يتحكم بواحد العقوبة أقل من سنتين وبشرط أنه ما يكونش في عمره أقل من 15 سنة، في هذه الحالة عنده 3 حالات في العقوبات البديلة أو عفوا في العقوبات البديلة. الحالة الأولى هي أن يؤدي خدمة لفائدة المجتمع، لفائدة مؤسسة عمومية، لفائدة جمعية، عوض أن يزج به في السجن. بالطبع القانون وضع الشروط ديال هذه العملية وقال على أن واحد الشخص كيتحكم عليه مثلا نعطيه باش نبسطوا أكثر ب3 أشهر حبس النافذ في جرائم معينة غير الجرائم في جناح المتعلقة في جناح معينة، يحكم عليه ويخير وهو في الجلسة ما بين يدوز الحبس أو لا يلجأ للعقوبات البديلة. وفي هذه الحالة العقوبات البديلة 2 ساعة من العمل داخل مؤسسة عمومية توازي يوم من الاعتقال. هذه الحالة الأولى أو الغرامة اليومية. الحالة الثانية هي الغرامة اليومية اللي غادي تكون ما بين 100 إلى 2000 درهم لليوم، واللي قاضي تنفيذ العقوبة واللي غادي يكون عنده الدور ديال التحديد ديال القيمة ديالها.
ثم الحالة الثالثة هي التقييد ديال بعض الحقوق بالنسبة للأفراد اللي غادي يتخيروا كذلك القيام بهذا العمل. مزيان، هذه العملية هي إيجابية ولكن خصها واحد التقييم، خصها واحد التقييم. لماذا؟ لأنه سيقال الآن على أن اللي عنده الفلوس غادي يشري الحبس، خصوصا في البند ديال الغرامة المالية اليومية. البند ديال الغرامة اليومية ولدي غندفع عليه، صافي ولدي ما غاديش يدخل الحبس، غادي نخلص على الغرامة اليومية. في بعض الجرائم راه حنا مازالين كنأكدوا لأن المشرع أو المشروع ديال المسودة استثنات أربعة ديال 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 الجرائم، ديال أنواع الجرائم: رشوة، استغلال النفوذ، المخدرات، التجارة في الأعضاء البشرية، إلى غير ذلك من الأشياء التي لن تكون موضوع هذا العقوبات البديلة. العقوبات بالطبع لما كنتحدثوا على العقوبات البديلة هذا غادي يكون بداية أولية لتقييم شنو هو القانون الجنائي. نرجعوا الآن للتقييم العام. القانون الجنائي، وهذا من الإيجابيات لما كنقول الإيجابيات، القانون الجنائي المغربي كان مفرق، كان مشتت. السكر العلني في المرسوم 67، المخدرات في ظاهر خاص، الجرائم المتعلقة بالأماكن أو الملاعب الرياضية في قانون آخر. هناك إيجابية اليوم وأن هذا المسودة جمعت لنا النصوص المشتتة، هاد النصوص المشتتة ووضعتهم في واحد العقوبة ديال الإعدام. هي واحد العقوبة اللي كتقتضي بالطبع التفكير فيها ماليا. احنا في حزب التقدم الاشتراكي عندنا موقف مبدئي من هاد القضية ديال الإعدام، هو أننا كنعتبروا في غالبية الحزب على أنه يجب تجاوز العقوبة ديال الإعدام ويجب إلغاؤها من المدونة الجنائية. حقيقة اليوم كاين 10 ديال الحالات اللي فيها العقوبة ديال الإعدام، ولكن هذا موقف مبدئي، الحق في الحياة. بالطبع ما يمكنش نوقفوا عند هذا الحد، هذا نقاش مجتمعي ويجب أن يطرح على كافة أعضاء المجتمع الوطني. ما يمكنش نختلف فيه من مقاربة سياسية ضد مقاربة سياسية أخرى. إذن هذا الجانب الأول. يظهر لي الأستاذ فتح لنا الباب ديال باش ندوزو لمرحلة السلبيات داخل هذه المسودة. بالطبع ما يمكنش نوقفوا فقط عند العقوبة ديال الإعدام، ولكن احنا كنعتبروا بأنه كاين واحد النبرة محافظة، وكنفتخروا أن الآن اليوم وزارة العدل كتقول حتى هذه المسودة اللي أنا وضعها راه هي افون بروجي وراها احتاني انا. لا ماشي ما كتبنا، لا ما كتبناهاش، ما كتبناهاش، راها هو لافون بروجي اليوم ديال وزاره العدل. وهذه راه حكومه، وهذه راه وزاره، وهذه راه الناس اللي عارفين اش كيديروا اليوم وجايين كيتناقشوا مع الشعب المغربي وكيعرضوا عليه المشاريع ديالهم. حنا في حزب التقدم الاشتراكي كنعتبروا بانه النبره المحافظه موجوده في بعض فصول هاد المسوده. ف الشرط التنصيص على جريمه وعقوبه في القانون الجنائي، كاين واحد الشرط هو وقوع الجريمه. مثلا المشرع الجنائي ما كيجيش وكيدير واحد المقتضى قانوني لانشاء نص قانوني لمعاقبه فعل جرمي لمجرد ان المشرع بغى. هذه المساله اللي دخلت ديال ازدراء الاديان في الماده 219، ما أنزل الله بها من سلطان، بحيث لما كنقولوا على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات كل من قام عمدا بالسب أو القذف أو الاستهزاء أو الإساءة إلى الله والأنبياء والرسول. حاشا لله، واش شي مغربي اليوم يمكن يخضع لهذه الحالة؟ بحيث لماذا التنصيص على هذا المقتضى اللي ما كانش واللي ما خصوش يكون واللي ما خصوش يتدمج ضمن ما كاينش هذا الشيء السب والقذف في الاديان بشكل يومي؟ حريه العقيده شيء، حريه المعتقد شيء، حنا كندافعوا على ان الاشخاص عندهم الحق يفكروا كيف ما بغاو، وبالطبع يحترموا الضوابط والتوابيت ديال الامه المغربيه. ولكن واش كل نهار كنشوفوا الناس كيسبوا في الخالق سبحانه وتعالى؟ هذا شيء غير عادي ولا يجب أن يضمن هذا. كاين أشياء أخرى مهمة جدا. اليوم
الفنانه والمسرحيين والسينمائيين في الماده 87 كنقول لهم الا ارتكبتوا بواسطه عمل او منتوج اللي قمتوا به واحد المخالفه للقانون الجنائي وتحكم عليكم، بعد نهايه ديك المخالفه راه غادي نحكموا عليكم بالمنع من ممارسه اي نشاط مهني او اي نشاط فني. يعني غدا يمكننا نجيب واحد المسرحيه ما عجبتناش ونقدموا اصحاب هذه المسرحيه او هذا العمل السينمائي الى المحاكمه ونجيو نقول لهم احنا قدمناكم للمحاكمه وكنمنعوكم من مزاوله اي نشاط سيد الحب. بسرعه بسرعه واحد الفصل 133 من الدستور طرحتوا المشكل ديال عقوبات الاعدام، شكون اللي غادي يجاوبنا عليه؟ غادي يجاوبنا عليه القضاء. الماده 133 من الدستور كتقول بان المحكمه الدستوريه هي اللي غادي تختص بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستوريه قانون، معناه انه غدا غادي يجي متهم كنوبوا عليه امام المحكمه وغادي يتواجه بعقوبه الاعدام، الدفع بعدم الدستوريه، المحكمه الدستوريه غادي تجاوب واش الماده 20 من الدستور هي الواجبه التطبيق بخصوص الحق في الحياه او غادي تقول لا بالعكس، وهنا غادي يبان التوجه ديال القضاء. شيء اخر اكيد الماده 288 من القانون الجنائي لا زالت في المسوده، عرقلت حريه العمل، الاجراء اللي كيطالبوا بالزياده في الاجور ديالهم غادي نعاقبهم بعقوبه حبسيه شديده. كذلك المساله ديال الاجهاض، احنا في حزب التقدم الاشتراكيه تقدمنا بمذكره حول الاجهاض، وهذه المساله ديال الاجهاض الماده 455 اللي كتقول على انه اي اجتماع كيمكن له يتنظم لمناقشه الاجهاض سواء حصلت فيه نتيجه او لم تحصل يعاقب. هذوك الناس اللي جاوا تناقشوا فيه ذاك الموضوع يعني بحال هذا النقاش اللي يمكن تناقشوه يعاقبون بالحبس من الغرامه من كذا الى كذا. كاينه اشياء اللي يجب ان نتجاوزها خلال هذا المشروع، ولكن نقر بالايجابيات، نقر بانه كاين واحد العمل، ونقر على اننا سنساهم في تجويد النصوص في تطوير هذه المسوده لتصبح شكرا 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 في مستوى التطلعات.